تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزيه ومواساة من اخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وذلك بوفاه المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء رحمه الله وأعرب فخامة الرئيس المصري في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته لجلالة الملك المفدى داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته